الان خلصنا من الجواب الاول. شنو كان احنا سؤالنا؟ ما ننسى، شوي طولنا بيه بس هو مهم جدا. قلنا ليش؟ لماذا نبكي على الامام؟ احسنتم. بعد ليش نقيم العزاء؟ ليش نلطم؟ الجواب الاول كان هذا شوي طويل. قلنا احنا نتبع اهل البيت عليهم السلام. اهل البيت عليهم السلام امرونا بان نبكي على الامام حسين عليه السلام، وهم بكوا. النبي صلى الله عليه واله بكى، زهراء السلام بكت، الى اخره. بل الانبياء، بل حتى الجن بكى على الامام، بكوا على الامام حسين عليه السلام. واضح؟ الان جواب ثاني، نقول حتى لو احنا ما لقينا روايات تقول لنا ابكوا على الامام حسين عليه السلام، ما فرضا فرضا فتحنا كل الكتب، كل الكتب السنيه والشيعيه، ما لقينا روايات تقول لنا ابكوا على الامام حسين عليه السلام، زين؟ نقول مع هذا هم احنا لازم نبكي على الامام حسين عليه السلام. ليش؟ نقول هو هاي الجواب النهائي، لان مظلوم. بس يجي واحد يقول لك هواي ناس مظلومين، ليش ما تبكي عليهم؟ يعني هنا احنا الان عندنا مسلمين هواي مظلومين، وعندنا اصلا غير المسلمين ايضا هواي مظلومين، ليش الا نبكي على الامام حسين عليه السلام واهل بيته؟ كون اكو خصوصيات. احسن، هو هذا السيد اللي يقوله. يقول اولا اني طبعا ما راح اقرا لان شويه احس مالي ما تنسجمون ويا قراءه هواي، فانا راح امشي بالعامه، اي راح امشي هيك بدون قراءه وابين ان شاء الله. فاولا يقول اهل البيت عليهم السلام مو ناس عاديين، اهل البيت عليهم السلام وناس شنو؟ مقدسين. نبكي شنو؟ نبكي على النبي، ليش ما نبكي؟ فباوع شوي شوي وياي تسلسل. السيد ذكر ست امور. الامر الاول شنو؟ يقول اهل البيت عليهم السلام مو اشخاص عاديين، وناس مقدسين. والانسان المقدس اذا انتهكت حرمته، انسان افترض هيك مره عندك واحد بالعشيره تعبان، انت ضايج من عنده يوميه ويذيك وخربط، هذا كتلو مثلوا به، ومره يعني ورا ما مات قطعوا او صالع كذا، هاي المصيبه كبيره تتاذى عليها وتنقهر انت، حتى لو هو كان فاسق مثلا، تقول هذا ليش ايش واحد ياذي بالنتيجه؟ ومره لا، عندك شخصية كبيرة مقدسة، عندك رئيس عشيرة، رئيس عشيرة ومن هذا يعني أخلاق وتدين ورفعة، هذا تشوفه يجي واحد يقتله ويدوسه بالسيارة مثلا، القضية تقول هاي أعظم على نفسي. واضح؟ نفس الكلام فقط تشبيه، أقول أهل البيت عليهم السلام مو مثل أي واحد انتهكت حرمته، لا، أهل البيت عليهم السلام أنا أناس مقدسين. هذا المقدس عندما تنتهك حرمته ويداس بالخيل وعياله تسبى، هاي شو يصير عندنا؟ يكون أكثر تأثيرا علينا، بحيث يستحق البكاء والحزن وإقامة العزاء أكثر. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه أهل البيت عليهم السلام الله تعالى أمرنا بالتمسك بهم. من يتذكر الرواية؟ أمرنا الله تعالى بأن نتمسك بأهل البيت عليهم السلام، الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله، إني تارك فيكم سفر. أحسنتم، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا عن أهل. فالله تعالى أمرنا بأن نتمسك بأهل البيت عليهم السلام. جي بالعافية شرطي. فدول الأشخاص اللي رب العالمين يأمرني أن نتمسك بيهم، ويجون الأعداء شو يسوون؟ ينتهكون حرمتهم. دول ما يستحقون أنه نبكي عليهم؟ يعني الله تعالى أمرك أنه فلان اتمسك بيه، امشي وراء، ويجي واحد شو يسوي؟ ينتهك حرمته. أنت شنو قلبك يعني مجرد أنه أنت إنسان مستقيم سوي وتسمع هيك قضية لازم تبكي؟ ولهذا تشوف أحيانا
اشخاص غير من غير مسلمين اصلا، شخص مسيحي مو جاي انه تقول له يابا هذا بنت ابن بنت النبي، وناس قتلوه وداسوه بالخيل يقوم يبكي، ما يقدر. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الله تعالى جعلهم، جعل أهل بيت أنسام أمانا من الضلال، أمان من الضلال، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا عني أبدا. فذول اللي رب العالمين خلاهم أمان، يعني إذا إحنا تمسكنا بهم ما نضل. وإجوا الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم سوت قتلتهم، شردتهم، سبتهم، ذولا ما يستحقون أنه، أحسنت، ما يستحقون أنه إحنا نبكي عليهم قطعا. حتى لو ما جتني رواية تقول لي أنت ابكي على الإمام، لا، أنا بمجرد أنه أفكر إمام إذا تمسكت به شنو؟ لا، الإمام معصوم ما يبكي اليوم، إذا واحد ما تبكي ما تبكي منهم. أحسنت، إيه أحسنت. أنا ما رأيت أشوف ذولا بعض الأحيان يضحكون على أشوف تعليقات كذا، شو يشوف، يشوف مثلا مقطع فيديو واحد قاعد يبكي مفجوع، هو يضحك عليه. أنا ما تيش أفكر أقول هذا الله تعالى جوز في اليوم، يعني دعلهم الله تعالى شو يسوي؟ خليه يبكي واحد مثلا، عنده واحد مفجوع أبوه مات، هو يبكي عليه، يبكي عليه، يجي واحد يضحك عليه، شو يصير به هذا؟ احنا مفجوعين، امامنا ميت، ومو ميت بطريقه اعتياديه، ومو شخص اعتيادي، هو هذا الامام لو الناس تمسكوا به ما يضلون، ومع ذلك سووا هم قتلوه. مره هو ما يتمسكون به تركوه، ايه شويه القضيه اهون، لا فوق هذا سووا انهم قتلوه وشردوا عياله وسبوهم ومثلوا بالاجساد. هاي كلها قضيه الانسان الاعتيادي ما يبكي، مستحيل. زين، ايضا الله تعالى اوجب حب اهل البيت عليهم السلام، ومع ذلك هؤلاء الاشخاص الذين اوجب حبهم استووا عليكم السلام الله. فالنقطه الرابعه انه الله تعالى شنو اوجب حب اهل البيت عليهم السلام، واجب 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 على الامه ان تحب اهل البيت عليهم السلام. من اللي ذكر الايه؟ قل لا 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 أحسنت. أحسنت. فالأنبياء كلهم تشوفون بالقرآن يقول لا أسألكم عليه أجرا، أني مو قاعد أجي أبلغ الرسالة، ما أريد منكم أجر. يجي مثلا النبي نوح عليه السلام يبلغ الناس، اشقد قضى عمر طويل وياهم، يقولون ما أريد أجر، لا تعطوني أجر، لا أريد فلوس، لا أريد حب، لا أريد كلش. يقولهم كأنهم شو يقولهم؟ شغل مجاني، هذا إيش معناه؟ كأنهم. بس النبي صلى الله عليه وآله إيش قال؟ قال إلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا، يعني أريد أجر ولا ما أريد أجر؟ أريد أجر، اللي هو المودة في القربى. فأجر فعل النبي صلى الله عليه هو أن نحب مودة القربة صلى الله عليه وسلم. لا لا، أهل البيت أنسان قربة، يعني قربة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ الحب؟ نحب، المودة هي أظهار الحب يقولون. الموالاة؟ لا، المودة يعني مرة أني أحب واحد وبينه وبين نفسي، ومرة أظهر الحب إلى الآخر، إظهار الحب هذا نسميه مودة. فأجر الرسالة هو المودة، أنه نود أهل البيت أنسان. فهاي نقطة رابعة، ذول اللي رب العالمين قال أوجب علينا نحبهم، علينا إحنا وعلى ذول كل جيش يزيد وغير جيش يزيد، كلهم واجب عليهم يحبون هذا الإمام اللي هو ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد في ذلك الزمان. مو بالخطبة شو يقولهم؟ يقولهم أكو ابن بنت نبيكم على وجه الأرض غيري، سمعتوه يوم عاشوراء المقتل، أكو على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري آني ما. فهذا اللي رب العالمين قال لنا حبوه، ومو بس حبوه، أظهروا حبه، واجب عليكم أنه تحبوه. إيش سووا؟ قتلوه وداسوه بالخيل، ما تبكي عليه. يعني الأمر الخامس اللي قبل الأخير، أنه أهل البيت عليهم السلام، خليهم ذا الخامس والسادس، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.